طبيعة الحال في مباراة مماثلة هناك فوارق فنية محمد، وهذا ما شاهدناه في فوق المستطيل الأخضر، هذا أول شيء. ثاني شيء، منتخب البرتغالي دخل في زمام الأمور، وهذا ربما راجع إلى نهاية مباراة جمهورية التشيك، أين أكمل المباراة بطريقة رائعة. اليوم شاهدنا منتخب تركي، روح المجموعة التي شاهدناها ضد جورجيا ربما كانت في بداية اللقاء مع سبق مع دعم الجمهور غير مسبوق، ولكن هذا لا يكفي محمد لفوز على منتخب برتغالي مثل ما تفضلت وقلت بأسطورته كريستيانو رونالدو، لياو أيضا على الجهة اليسرى. ما لاحظناه من الجانب التكتيكي هو رجوع المنتخب البرتغالي إلى أربع مدافعين بطريقة مسطحة عكس المباراة الأولى أين لعب بثلاث مدافعين. منتخب برتغالي حقيقة مثل ما قلت كشر عن أنيابه، وتكلمنا في فارطا أن المنتخب البرتغالي هو مرشح على غير العادة للفوز بيورو 2024، وهذا ما أثبته في مباراة اليوم ضد تركيا. نعم، رونالدو كان واحد من نجوم المباراة رفقة برناردو سيلفا. شاهدنا اليوم منتخب برتغالي آخر عكس المباراة الأولى، أخذ زمام الأمور والمبادرة وسجل 3 أهداف كاملة وأنذر المنافسين ورشح نفسه الآن ليكون بطلا لهذه النسخة. أكيد المنتخب البرتغالي يعني اليوم أبانا يعني وجه اللي راح أكيد راح ينافس به على لقب البطولة، لأنه يبقى أنا حسب رأيي واحد من أبرز 4 مرشحين لنيل هذا اللقب مع المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي وممكن البلد المنظم ألمانيا. منتخب استبعدت إسبانيا، واحد من أفخم المنتخبات في هذه الدورة. ممكن إسبانيا، ولكن أظن في رواق أفضل هذه المنتخب. المنتخب الفرنسي يعني اللي أكيد أنا أظن أحسن فريق في العالم حاليا بالتركيبة اللاعبين الموجودة، أيضا الاستقرار على مستوى الطاقم الفني بقيادة المدرب ديشون، ونظن أيضا المنتخب الألماني عاملي الأرض والجمهور. أما فيما يخص المنتخب الإنجليزي تقريبا منشط الدور النهائي في المرة السابقة، نظن أنا حسب رأيي هذه المنتخبات 4 المرشحة ممكن نضيف لها المنتخب الإسباني. نظن اليوم المنتخب البرتغالي كما كان قال أمين، تغيير المدرب يعني تعامل جيدا مع هذه المباراة، تغيير في الخطة لأنه أخرج مدافع ويعني وضع مكانه لاعب وسط ميدان اللي هو لاعب بالينيا لاعب نادي فولهام. نعم، هذا هو التغيير اللي ربما غير الوجه المنتخب البرتغالي في هذه المباراة، وشفنا السيطرة من البداية النهاية عكس المنتخب التركي. نظن اللي ما درس جيدا المنتخب البرتغالي، ما عرفش كيف يلعب امام هذا المنتخب، يعني كان حاول يضغط بالضغط العالي على المنتخب البرتغالي، ولكن كما قال امين الامكانيات الفنيه للمنتخب البرتغالي كان دائما واضحه فوق ارضيه الميدان، والدليل انه كان يخرج يعني بالكره يعني بكل سلاسه من مناطقه الى مناطق الخصم، وهذه اللي صنعت الفارق اليوم. وشفنا يعني المنتخب يعني سيطرة من جميع النواحي فنيا. نعم، بدنيا تكتيكيا. نعم، رغم كل الإيجابيات المسجلة إلا أن البعض لاحظ اختلال أو عدم توازن بين الجهتين اليمنى واليسرى للمنتخب البرتغالي. الجهة اليمنى كانت أكثر نشاطا وأكثر استحواذا على الكرة، رونالدو كان رائع، فرنانديز كان ممتاز، سيلفا هايل، فيتينيا ولا كلام، ولكن في الجهة اليسرى لياو مع بالينيا مع مانديز لم يؤدوا المطلوب. مانديز كان أفضلهم على رواق الأيسر صراحة، لكن رواق الأيسر شبه ما مشهولش يعني. الكلام اللي قالوا اللي قالوا عبد الجليل وأمين، مانديز اليوم كان إضافة كبيرة للمنتخب البرتغالي على رواق الأيسر عكس المباراة الأولى اللي كان تقريبا بأفكار مدرب منتخب مارتينيز مدرب منتخب البرتغال. ربما شفنا في المباراة الأولى لعب بدالوت بيستون دروا وكونسيلو بيستون غوش، ضيع كونسيلو ضيع دالوت وضيع معاه مانديز. يعني اليوم كان سيغات خابي وين شفنا مانديز كان الأفضل على الجهة اليسرى، حتى لقطة الهدف الأول كان تقريبا هو اللي جاء الجهة اليسرى. الجهة اليمنى فيها كونسيلو وفيها برناردو سيلفا الذي لا يتوقف عن الركض، وفيها فيتينيا اللي قدم مباراة في المستوى، فيتينيا ممتاز جدا حتى في لقطة الهدف الأول أمين لابيل اللي داروا برومي بوتو سحب معه كل الدفاع. حتى رونالدو كان يميل يمينا، لاعب قلب الهجوم تقريبا يميل الجهة اللي فيها الكرة أكثر. نعم،
كاين قلب هجومه وهنا اونسيان اتاكون كاين اللي بوتاتر اللي لكن انت تحدثني عن لياو بالينيا متى خرج لياو ميدو متى خرج بالينيا با لياو اعتقد بانه غادر ما شفتش الدقيقه بالضبط الدقيقه 46 يعني بين الشوطين كان غادر الدقيقه 46 ايضا نعم أخرج بالينيا رغم أنه كانت فيه مطالب منذ البداية بمنح الفرصة لبالينيا بنظر الموسم الماضي اللي قدمه مع فولام والموسم الذي قبله الذي كان قد رشحه للانضمام إلى البايرن انطلاقا من الموسم الماضي سقطت صفقته في الماء اليوم ليوم مرة أخرى تماما مثل المباراة الأولى حتى في المباراة الأولى ما كانش فريمون كاش عنده هذاك الزخم في اللعب اللي مولف نشوفه عند ليو مثل ما هو عليه الحال في ميلان مثلا في ميلان تحس ليو عنده زخم كبير في اللعب جين تري جينيرو في لي فوريتو في كل مره يجي يطلب الكره مع منتخب البرتغال لما يكون في عدد كبير من النجوم ممكن تعليمات اكثر ولا حتى سيروره المباراه اكثر لانه الهدف الاول شفناه جاء بعد كره على جاليوس باسون روتري تقريبا بوينت بيناتي ولا شويه فار لوكوتي دروا دوزيام بوت كونتر سونكو جاء من الجهه اليمنى وتقريبا المنتخب البرتغالي اكيد انت في المباراه ما تقدر احنا في المنتخب الوطني فتره من الفترات كنا نلعبوها هكذا ايكيليبري عندنا جهه قويه على جهه لذلك الاشياء تحدث فيما يخص ليا هو ما لاحظته في بدايه الشوط الاول انه كانت التغطيه متبادله بين مدافعي المنتخب التركي وهذا راجع الى التعليمات الصارمه التي طبقت من طرف اللاعبين تعليمات مونتيلا طبقت بحذافيرها وما يعاب على لياو هو لاعب تحولات في الميلان الأخ ميدو يلعب لما يكون متسع فيه مساحة يهاجم المساحات في الواحد ضد واحد ولما تكون التغطية المتبادلة من المدافعين يافي دو فورسينغ يعني أصر لياو على الاختراق وهذا ما يعاب عليه في الشوط الأول ربما تفطن المدرب مارتينيز ويريد حماية اللاعب بطريقة أو بأخرى أيضا لكي لا يتعرض لي للانتقادات اللادعة منتخب برتغالي يضم أبرز اللاعبين وتحسب أيضا لمارتينيز بإخراجه سواء هو ولا بالينيا فيما يخص المنتخب التركي ربما نتكلم على لقطة الهدف الثاني محمد التي تسببت بين الحارس كل المؤشرات كانت توحي بأن الحارس سوف يختل لأنه قبل الهدف الحارس في كل مرة يرجع المدافع للكرة إلى الحارس إلا وتسديدات ولا تمريرات التي كان يمررها للمدافعين كانت تروح للتماس حبيت نتكلم فقط على المدافع من الجانب التقني أول شيء لما تكون عندك الكرة وعندك متسع من الوقت ومن المساحة يجب أن ترفع رأسك قام بخطأ بدائي محمد لا يجب أن تمرر الكرة ورأسك على الأرض هذه لما تكون في الناشئين في النشأة كرة القدم لما كنت في عمرك 8 سنوات المدرب إلا ويعطيك نصائح بأن ترفع رأسك بأن السكانينج ترفع رأسك تشوف لا يوجد لاعب ممكن أعطي الكرة وما تفطن له أيضا عبد الجليل هو أنه الحارس عند طلب الكرة يجب أن تخرج على الإطار لكي المدافع لما يعطيك الكرة ما يعطيها لكش في الإطار ولو أنه خطأ متبادل خطأ مدافع متسبب مباشر وما يعاب على الحارس أيضا هو لما تخرج تواصل مع مدافعك لازم يسمعك حتى المناصرين لازم يسمعوك معروف على الحراس ليس فقط الكلام ولكن يزهر فوق أرضية الملعب